الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك، ثم ننتقل لاتصالاتكم. ما حكم صلاة المرأة بالمكياج؟ يعني امرأة توضيت وتمكيجت وصليت، صلاة صحيحة ما فيها أي إشكال. إذا عقد شاب على فتاة وكتب عقد النكاح ثم مات الزوج قبل الدخول بهذه الزوجة، هل لهذه المرأة ميراث؟ وما حكم المهر والذهب الذي أخذته؟ طبعا هي زوجة ترث منه، يعني إلها ميراث كامل، والذهب والمهر كله إلها، يعني واحدة مثل كأنه داخل فيها زوجها. لحنا الدخول ما له علاقة. هلأ واحد عقد، يعني هي اسمها زوجة، مات الزوج خلاص ترث منه الذهب والهدايا المهر كله إلها من أوله إلى آخره. حكم مصافحة المرأة للرجل بيدها لا يجوز. هل يجوز إخراج الزكاة من الراتب الشهري؟ هلأ كلمة الزكاة، يعني واحد معه نصاب وهالنصاب حال عليه الحول، فهو بده يطالع من المعاش الشهري، بده يطالع من المال ويدفع زكاة، ما في أي إشكال. بس يعني المفهوم أنه بس نقول زكاة يعني في نصاب وحال عليه الحول. هلأ كلمة من الراتب الشهري يفهم منها أنه هو ما معه نصاب وما حال عليه الحول، فهذا لا يجب عليه. أما إذا كان السؤال أنه هو عنده نصاب وحال عليه الحول، وبدال ما يطالع من الزكاة من هالمال طالعه من راتبه الشهري، جائز ما في أي إشكال. إذا اعتصت أنا في الصلاة هل يجوز أن أقول الحمد لله؟ يجوز. الذكر في الصلاة لا يبطلها، الأذكار في الصلوات لا يبطلها. يعني واحد على استغفر الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، يعني الأذكار في الصلوات لا تبطلها. إذا كنت أصلي منفردا صلاة جهرية فجاء شخص وصلى ورائي دون علمي، هل صلاته صحيحة؟ عند الشافعية صلاته صحيحة سواء كنت تصلي النافلة أو تصلي الفريضة. هل عند الحنفي إذا أنت بصلاة مشتركة واحدة بينك وبينه اللي هي الفريضة كمان بصح. إذن على الشافعي صحيحة كيف ما كانت تكون. هل يجوز توزيع الحلو على الأيتام؟ يعني أنا مستغرب من هالسؤال، ما أدري ما المقصود منه. يعني توزيع الحلوى على الأيتام هي شغلة فيها قرب من القربات وشيء محمودة وشغلة جميلة جدا، فما بدها سؤال إلا إذا كان يعني مقصود من السؤال شيء آخر أنا ما فهمته، إلا أنه توزيع الحلوى الهدايا الأشياء الجميلة على الأيتام من أعظم وأجمل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم ظلم الأمهات بتفريق الولد والبنت ومنح كل شيء للصبي وحرمان البنت؟ هلا هذا الكلام يعني بينافي العدالة اللي الله سبحانه وتعالى أمر فيها الأب وأمر فيها الأم. لما بيكون في عدالة بده يتولد حقد بين الأولاد، يعني الأب اللي بيحرم ولد وبيعطي ولد، أو الأم اللي بتحرم ولد وبتعطي ولد، هي عمليا بدال ما تجمع الأولاد عم تفرقهم، بدال ما تحببهم ببعض عم تضرم العداوة فيما بينهم. فلا، ما بيجوز هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بالقسط وأمرنا بالعدل وأمرنا أن نسوي في العطية، وقال لذاك الصحابي: أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. يعني النبي ما حب هذا الأمر أبدا، ولم يستسغه ولم يشهد عليه لأنه شافه غير لائق وهو يفسد ولا يصلح بين الأولاد. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. مولانا، شو هو حكم الحب يلي بيكون بين بنت وشاب؟ يعني هذه الظاهرة منتشرة جدا بأيامنا هاي، عم نلاقي البنت عم تحاكي شاب من وراء أهلها بحجة أنه سيصير زوجا لها، والشاب نفس الشيء يحاكي بنتا وأحيانا اثنتين وثلاثة بحجة أنها ستصير زوجته، وهناك حجج بغلاء المعيشة الصعبة، ويتحجج بأنه لا يستطيع أن يتقدم لخطبتها، وإذا كان فعلا قلبه متعلق بها لكنه لا يستطيع ماديا أن يخطبها، وهي ليست مناسبة له، وبيئتها ليست من بيئته، وليست ملتزمة بتعاليم الدين، فما هو التصرف الصحيح وجزاك الله خيرا؟ لا، أول شيء يعني أنت سألت عن علاقة الحب اللي بتكون بين شاب وبنت. نحن ما عنا شيء يأطر العلاقة بين الشاب والبنت إلا الزواج، يعني الخطبة اللي هي العقد والزواج، هي هي الإطار الوحيد فقط اللي ممكن يبيح الشرع الإسلامي لقاء المرأة أو الشاب والفتاة تحت هذه المظلة فقط، لأنه الشاب بطبيعته مخادع، يعني يخدع الفتاة بالكلام المعسول والكلام الجميل، ومتى ما وصل إلى مأربه يعني يلقي بهذه الفتاة، يلتفت إلى غيرها، وهذا في جرح لعواطفها وفي جرح لمشاعرها. يعني هو اللقاء بين الشباب والفتيات خارج إطار الزواج هو لقاء غرائزي، ما اسمه لقاء حب، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك نحن بننبه الفتيات والشباب أنه نبقى تحت هالمظلة هي اللي هي مظلة الأسرة، لأنه فيها الحماية للطرفين، فيها الحماية للطرفين، وهو يعني الطريق الوحيد اللي بيجعل السلامة لكل منهما. ناخذ اتصال آخر. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في سؤالين لهم علاقة بالإعلانات والموسيقى. السؤال الأول له علاقة بالإعلانات، شو حكم نشر صور إعلانات لمواد مثل مفروشات أو ثياب بتحوي على صور نساء غير محجبات؟ يا ترى هي تعتبر فتنة؟ هل العمل فيها جائز؟ طبعا العمل هو عبارة عن نشر صور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لهالمنتجات. يعني الصور هي حقيقية ولا رسم؟ عفوا، الصور حقيقية للفتيات ولا رسم؟ لا، حقيقية. تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هي الموسيقى، حكم استعمال الموسيقى بالبرامج الوثائقية أو بالبرامج التعليمية، هي تعتبر شيء من المعازف؟ هل العمل فيها حلال أم حرام؟ تمام، وجزاكم الله خير. على رأسي، أهلا وسهلا. هلا الموسيقى، مبلش في الموسيقى أول شيء كونك ختمت فيها. هلا في موسيقى مباحة، يعني مثل والله رنت الأخبار، مثل النشيد العربي السوري مثلا، مثل هاي ما فيها أي إشكال. يعني موضوع الموسيقى في خارج هذا الإطار هو مختلف، يعني بين مبيح وبين محرم. بالنسبة للإعلانات، إذا كان فيها صور هي خلاعية لا تجوز، إذا كان فيها صور محشومة جائزة، وكله ضمن الأطر الشرعية التي ذكرناها. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا، مبارك عليك شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. هلا شيخي، عندي سؤال. هلا مشان الطلاق. نعم. هلا أنا هي بيت حماية عملوا لي مشان الطلاق خطيبتي، أنا ما عم بطلق. يعني هي خطيت هلا من فترة. لحظة شوي، يعني هي أنت عم تحكي عن خطيبتك عاقد عقد شيخ عليها ولا بس حكي يعني خطبة؟ في عقد شيخ، وهلا أنا بدهم يخطبوها لغيرك؟ أي ما بجوز. إذا حلا حتى تطلق أنت، إذا ما طلقت ما بجوز يأخذوا على غيرك، لأنه هلا هي في عقد زواج بينك وبينها، فهي على عصمتك الآن حتى تتفرغ هالذمة هي. بيصير طلاق ليقدروا يعقدوا عقدة على غيرك.
في سؤال غيره؟ شيخي هلا انا مشكلة الصلاة عندي. شو المشكلة؟ تفضل. هلا انا بيجي بتسمع القرآن، بس بيجي مثلا بدي صلي، بصلي نهار وبقطش. نعم. ما عم بقدر. هلا أول شيء لا تترك الصلاة ولو كنت عم تقطع وتقصر، المهم إنه أنت بدك تعرف شغلة مهمة جدا، الله سبحانه وتعالى ما يعني حث على أمر ولا أكد على قضية في الشريعة الإسلامية مثل الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وخالقه، يعني أنت الآن عم تتصل بالسماء، أنت الآن عم تستجدي رحمات الله، فما بيجوز تترك الصلاة مهما كانت الأسباب. هلا عم تقطع، خليك عم تقطع وحاول تستدرك التقطيع وتظبط أمورك وتظبط حياتك، عشان الله يفتح عليك وييسر لك أمورك ويفتح لك الأبواب المغلقة. ناخذ اتصال. ألو، ألو، مرحبا. ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ ميت أهلا وسهلا. شيخ في أنا حلفت على مرتي حلفت عليها شيخ إنه ما تتداخل بجوازة أخوها، حلفت عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم، إذا تتداخلي بهالشغلة أنت طالق. نعم، وتداخلت هي؟ لا حاليا الشغلات القديمة عم تتداخل، بس أما الشغلات بدها تتداخل إجباري. في طلقات غيرها؟ لا ما في. هلا إذا تداخلت بتطلق، ما يعني بتقع طلقة رجعية بترجعها، وإذا كان ما تداخلت وهو الأفضل، يعني هي فيها تتحاشى هالأمر لأنه قضية مو صلبية مو مهمة، فيها تتجاوزه وما بيقع الطلاق. وانت انتبه للألفاظ، يعني شو بدك بهالألفاظ اللي انت لفظتها، ان اتداخلت بزواجة اخوها ولا ما، يعني انت ليش عم تحشر كلمة الطلاق بهالموضوع؟ فيك تقلها لا تتداخلي الله يرضى عليكي، فيك يعني في 100 أسلوب تحكي فيه، وبعد لي عن قصاص الطلاق. اذا اتداخلت بيقع وبترجعها لانه طلقة رجعية ولا تعود لمثلها. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. عندي أنا بنتي 3 مرات. شو عندها؟ وفسخنا العقد بالمحكمة. عيد عيد شو قلت بالله؟ طلعت عندي بنتي أنا، طلعت 3 مرات. أيوه، طلقت 3 مرات. إيه 3 مرات، فدينا عند 3 مشايخ ورجعناها. طيب. إيه. آخر مرة طلع قال لها روحي أنت طالق. وفسخنا العقد بالمحكمة وصلنا 5 شهور. هلا شلون اذا بدها ترجع يا استاذ؟ يعني ما بعرف. هلا هو كان في دخول ولا ما في دخول؟ اخر مرة لا ما في. لا لا لا، هلا انت طالب عفوا عفوا، فسخنا العقد. خلي سؤالي دقيق شوي. انا يعني انت بنتك كانت عاقد عقد محكمة بدون دخول، ولا كان داخل عليها وحلف عليها الطلاقات؟ يعني في دخول بينهما؟ عنده ولدين. عند ولدين. عند ولدين. اي نعم. واذا 3 طلقات وثلاث طلقات كل وحده بلفظ انت طالق، اي ما بقى ترجع له، والله اعلم ما بقى ترجع له. عقد المحكمه وكذا ما خلص معك، ما بقى ترجع له والله اعلم. ناخذ اتصال. الو الو، أهلا وسهلا ومرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخي. أهلا وسهلا. هلا بدي، أنا عندي سؤالين لك. هلا أول شيء، بتصير إنه كفارة اليمين سندويش سلطة أو فلافل ولا لا؟
بصير كفارة اليمين شو؟ سندويش بطاطا او فلافل ولا ايه ما بصير بصير؟ بصير بتصير تمام. وهلا السؤال الثاني، اختي حالفي يميني، بصير الطعميني انا واخي وخالتي؟ هلا خالتي عم تشتغل، بصير طعميه معنا ولا لا ما بصير؟ هلا بده طعمي، هي فقراء ومساكين، اذا خالتك يعني اذا هي خالتها فقيره بتطعميها، اذا خالتها فقيره بتطعميها، واذا انتو صغار وكذا وفي الكم معيل ما بتطعميكم، ده الطعمي فقراء ومساكين يعني. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الانوار، يا اهلا وسهلا. كيف فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، يا اهلا وسهلا. انا عندي سؤالين لو سمحت. ايه تفضلي. انا كنت نادرة مولدين، المولد الاول لعمي وتوفت الله يرحمه. رحمه الله. الله هيك يرحمه يا رب، يرحم موتاك. امين امين جميعا ان شاء الله. شيخ شيخي الكريم، بيصير انا اذا قريته بالجامع؟ ايه بيصير، ما في اي اشكال. طيب والسؤال الثاني، عندي انا معاقه وحابه اني اصلي بس ما فيني اتوضا. يعني ما فيك تتحركي، الاعاقه بتمنعك من الحركه؟ بس الرجل اليسار عندي الإعاقة فيها بتر. ايه الله يشفيكي ويعافيكي. هلا بتتيممي وبتصلي، اذا ما فيك تروحي وترجعي تتوضي بتتيممي وبتصلي، لانه القادر بقدرة الغير هو غير قادر. عند الحنفية في قولين، نمشي على القول انه القادر بقدرة الغير هو غير قادر، فانت هلا عندك عجز ورجلك مبتورة وبدك تصلي، يعني بدو مين ياخذك ويجيبك وكذا، وانت ما بدك تعملي سألي على حدا، فممكن تجيبي بلاطة هيك وتتيممي عليها وتصلي وصلاتك صحيحة ان شاء الله. بناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شيخنا بدنا نسألك، هلا شيخنا هلا بدي اسألك سؤال، هلا إذا واحد اتحمم، هلا إذا واحد اتحمم ضروري يرجع يتوضا؟ لا، الحمام بيكتفي عن الوضوء، يعني واحد اتدوش قعد تحت الدوش فخلص وطلع من الحمام ونوى هو الوضوء عند الشافعية فوضوءه صحيح، مو يعني الوضوء حصل مع الغسل بيجتمعوا، يعني هو الغسل نفسه بيقضي عن الوضوء. ناخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي اسألك هلا، جده لزوجي ابو امه، نعم، بيحسن يشوفني بالحجاب؟ جده لزوجك ابو امه بيشوفك بالحجاب، يعني هي كذلك الامر ابو ايه، هدول حرموا عليك حرمه مؤبده بجوز. ايوه اي نعم. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا جوزي حلف علي يمين طلاق، قال لي بتكوني طالق بالثلاثة إذا بتروحي على بيت أهلي، وأنا ما رحت، فشو فتوة هاليمين؟ قال لك بتكوني طالق إذا رحتي وأنت ما رحتي، أي قولا واحدا ما وقع. إيه وإذا بدي أروح؟ هو شو قصده بكلمة بتكوني طالق؟ قصده الطلاق ولا ما قصده يعني الطلاق؟ لا لا هيك يعني حلفه. إيه كفارة يمين وما بيقع إذا ما قصده الطلاق عند الشافعية. ناخذ اتصال. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو
شيخنا عندي سؤالين بس. تفضلي. أول سؤال عن موضوع الوضوء، إنه فيني أتوضأ وأنا لابسة جرابات يكونوا رقاق وهيك؟ هلا أول شيء الوضوء بده يكون كامل، يعني نغسل رجلينا. هلا إذا بدنا نمسح على الجرابات بدنا نلبسهم بعد وضوء كامل. هلا اتوضينا وضوء كامل وغسلنا رجلينا لبسنا الجرابات، اذا كانت جرابات سميكه بصير نمسح عليها لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه بنرد بنشلحهم نغسل رجلينا. اما اذا رقيقه جرابات لا ما بصير، لازم تكون جرابات سميكه مثل هي اللي بنلبسها بالشتاء، هي السميكه بصير. فجائز اذا لبسناها بعد وضوء كامل وانتقض وضوءنا بنتوضا بنمسح على الجرابات. ناخذ اتصال. الو، في سؤال غيره؟ الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، الله يعافيكي. الله يخليك. هلا اذا الوحده يا شيخي بدي اسالك، الحواجب كثير خفاف وعملت تشطيب ماده يعني مثل الحبر على الحواجب، حرام شيء؟ هلا اذا مثل الحبر يعني مو دم بجوز، ما في اي اشكال، يعني ما بينزل دم بس ماده يعني مثل الحبر. اي جائز. ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك، أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. بدي أسألك سؤالين شيخ. تفضل حبيبي. في عندي أنا أبو بدي بيعه، صار له تقريبا 6 شهور، بحول عليه الزكاة، وفي عندي أنا شقة قاعد فيها بس بدي بيع الأبو مشان كبر الشقة اللي قاعد فيها، بدي بيع الشقتين يعني. يعني هلأ أنت عندك أبو وعندك شقة، أنه اللي شاري للتجارة مشان التاجر فيه وتبيعه؟ الأبو. الأبو. الأبو أنت شاري بنية التجارة. أنا شاري بنية التجارة أول شيء، بس بدي آخر شيء بدي بيعه مشان أخذ شقة أكبر وأقعد فيها. تمام. لأنه شقة صغيرة. إذن أنت لما اشتريت الأبو بنية التجارة. تمام. هلأ إذا حال عليه الحول بتطالع عنه زكاة. شو زكاته شيخي؟ بقديش حقه مثلا تقييمه شي بخبراء؟ فرضا قالوا لك حقه 50 مليون، عن كل مليون 25 ألف. تمام. سؤال تاني. نعم. صلاة الفجر إذا راحت علينا فينا نقضيها بأي وقت؟ فيك تقضيها بأي وقت. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا يا ميت. هلا. لو سمحت بدي اسالك سؤال اذا ممكن تجاوبني عليه بعد ما سكت. حاضر. هلا بيت وقف استاجره عمي من زمان واجاب اخوه واخوات سكنوا معه. العم المرته لعمي ما قدرت تقعد مع الباقيين فطلعت، وبقي الوالد هو اللي عم يتاجر. هلا هن بيطلع لهم هالبيت؟ هلا اذا بيت وقف، اذا بيت وقف يعني في عقد بين الاوقاف وبين هالشخص، فالعلاقه الايجاريه حصرا مع الشخص اللي استاجر من الوقف، اكيد الاخرين ما بيطلع لهم ولا بيعترف عليهم القانون الوقفي. يعني دائما العلاقه الايجاريه مع مين كانت؟ اللي كانت معه هو اللي بيصير معه، الباقيه ما لهم اي حقوق. طب موجودين بالبيت من 50؟ هلا موجودين شيء تاني، بس انه هلا بينخلوا هدول، اما الحقوق لمين بدها تتصفى؟ لمين بدها تصير القضيه الوقفيه؟ يعني مع اللي عملوا معه العقد، مو اللي قاعدين، اللي قاعدين ما لهم توصيف، ما لهم اسماء بالعقد. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ميت، اهلا وسهلا. ورثت محل تجاري من والدي. نعم. والمحل مأجر لبنك ربوي. الدخل تبع الأجار حلال ولا حرام؟ ورثت محل من والدك، بعدين رجعت لي.
من زمان لبنك ربوي. تمام. الأجار اللي عم يجي من البنك حلال لما حرام؟ إن شاء الله. ورث كتير ما في مجال إنه نطالع البنك مثلاً من المحل. إن شاء الله حلال بإذن الله. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم حبيبي. شكرا دكتور. عندي سؤالين. السؤال الأول، مشان نفقة البنت إذا حال طلاق عمرها 18 سنة وهي عند أمها، ما لسه ما تجوز 18 سنة عمرها، بيفضل ظل النفقة يبعث لها الزوج؟ يعني هي عقد ولا في دخول؟ لا لا لا، دخول بنت، صار في طلاق والبنت عند أمها والبنت صار عمرها 18 سنة، بيضل يعطيها نفقة؟ هلا هون بقى في القوانين الشرعية، بقى هي اللي بتحكم من خلال القاضي الشرعي، هو اللي بيبين الحقوق وبيبين القصص. لأنه هلا إذا في حمل، في أولاد، ما في حمل، ما في أولاد، مجرد انتهت العدة، ضمن العدة بينفق عليها، بعد العدة ما في إلى نفقة إلا إذا كان في أولاد معها. يعني في تفصيلات للموضوع. نعم. في سؤال تاني دكتور، إذا طيب إن زميل عنده زوجة ما أنجبت، بده يتجوز عليها وخليها عنده، بده ياخذ رأيها أما في يتجوز شرعا مشان الإنجاب؟ هلا في يتزوج، في يتزوج، وهي أكيد ما عندها مانع، لأنه هو يعني زواجه مضطر له من أجل الولد، وهي يعني لا تستطيع تحقيق هذه الغاية، فأكيد إن شاء الله يعني هي بتوافق له على ذلك، وهنا ما بده أخذ رأي. لا، ناخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، شلونك شيخ؟ اهلا وسهلا ومرحبا. شيخ، انا كانت عندي اختي الخميس الماضي. طيب. واتخانقت هي وصهري وما بدي اروح، حلفت على مرتي انه اذا تروح تكون طالق. مين اللي بعمت على زوجتك عم تحلف انت؟ على زوجتي. وانت قصدك الطلاق؟ لا، مو قصدي الطلاق، اذا راحت يعني. انت قلت لها اذا على اختي، انت قلت لها اذا راحت بتكوني طالق. بتكون طالق. وانت ما حلت مشاكل. وانت ما قصدك الطلاق؟ ما عنده الطلاق. لا، على المذهب الشافعي كفارة يمين اطعام 10 مساكين وما بيقع. ناخذ اتصال. الو. 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 يبدو فقدنا الاتصال. ناخذ اتصال اخر. الو. ألو. إذن أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، في مثل هذه الأوقات المباركة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها بالخير، وأكرمنا فيها بالثلوج، وأكرمنا فيها بهذا العطاء، نقول اللهم لك الحمد على ما سقيت لنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، نسألك يا حي يا قيوم فرجا عاجلا، اللهم إنا ننتظر فرجك ونرقب رحمتك، يا فارج الكرب الشديد، يا ملين قسوة الحديد، يا من بيدك الأمرين الوعد والوعيد، اقضي لنا حاجاتنا، فرج عنا كروباتنا، نفس عنا همومنا، اللهم فرج هم كل المهمومين يا الله. مع اتصال. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي الكريم، بعد عمرك أنا بس مسألتي شوي حساسة وحابة استشيرك فيها. تفضلي. نحن من فترة 6-7 سنين
اخذنا كنه من غير محافظه. طيب عمرها 13 سنه. من وقت ما فاتت على بيتنا وهي عم تعمل مشاكل بايخه يعني ما بيشمل العائد. طلقها جوزها مرتين وقع عليها يمين الطلاق وبقي لها طلقه واحده. هلا هي الانسانه اميه وقد ما كبرت ما عم تتعلم ما عم تتثقف، حطيناها بمحو اميه ما فهمت. المشكلة الكبيرة انه كل ما بتفكر مشكلة بتعمل مشكلة اكبر، اخر مشكلة صارت سرقة، صارت تسرق من سلسة مصاري عشان تشتري ذهب لحالها. هلا هي عندها ثلاث اولاد، حلفها جوزها يمينين على القرآن انه انت سارقة قاتله لا، يعني ما بتعرف الخوف من الله عز وجل بين عيونها ابدا. تمام؟ طيب. عندها جهل فظيع، يعني ما اعترفت لحلفها يمين قاتله عيون بنتها على القرآن. قامت هون اعترفت. هلا نحن شو العمل اللي لازم نعمله؟ انا خايفه اني طلقها لانه هي طلعت لسه مو كثير منيحه، انا خايفه انه تضيع بالدنيا. هلا هي عمرها 22 سنه، انا بنت حماها استاذي، انا بنت حماها. انا حاولت كثير لما بضبطها بس هي ما بتفهم علينا. هلا الفكره يعني انتم اقدامكم على الموضوع بالاساس غلط، يعني عم تقولوا اخذتوها عمرها 13 سنه حسب ما فهمت أو حسب ما سمعت، يعني 13 سنة طفلة ولد، يعني هذا اليوم ما عاد حدا زوج بهالأعمار هي، يعني البنت حتى تنضج يعني ب 18 20، القانون بحد الأدنى عنده 18 20، فهي ولد يعني وهي ما بتعرف شيء وإلى آخره. هلأ هي طلع سلوكها مثلا غير لائق، طلع ترتيبها غير برنامجكم. طالما في أولاد، لحنا هي قصة الطلاق كتير كتير بنحذر منها وبنبعد منها، لأنه في مستقبل أولاد بدهم يضيعوا. يعني الطلاق مشكلته مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الطلاق بيضيع الأولاد، هدول الأولاد شو ذنبهم ومين بده يحواهم؟ يعني إذا تزوج هو هذا أخوك هلأ زوجتي غير هالمرأة هي، حتحواله الأولاد. طيب هاي لو اتطلقت وتزوجت غيره زوجها حيقبل الأولاد؟ يعني المشكلة حتصير كبيرة وبتكون تداول مشكلة بمشكلة أكبر. لا خليكن على ما أنتم عليه وحاولوا الإصلاح. هلأ في مراكز موجودة بدمشق وهي عم تعمل دورات من أجل يعني إصلاح العلاقات الزوجية، تنمية هاي المهارات، تعليم يعني كيف تتفهمي زوجك، الزوج كيف تتفهم زوجتك. في هاي الدورات موجودة ممكن تشتغلوا عليها يعني بهالطريقة وتنموا مهاراتهم شويك لحتى يقدروا يتجاوزوا هالمحنة. وقال لا يعني أنا الطلاق بعتبره كي آخر الطب، الكي هي آخر الحلول، وأنا بعتبره حل يعني مزعج جدا جدا جدا. ناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. هلا أنا زوجي طلقني ثلاث مرات. أول مرة قال لي أنت طالق. نعم. صار لي متزوجة 12 سنة. هذا الحكي من حوالي 6 سنين. نعم. رجع تاني مرة بعد 4 سنين طلقني كمان مرة. شو قال لك؟ كمان قال لي انت طالق. نعم. وهلأ من حوالي 20 يوم كمان طلقني، وانا كنت على معاشرة على طهر اخر مرة. وهلأ لما يعني هاي الطلقة الثالثة تذكرت انه الطلقة الثانية كمان كنت أنا بالحيط، بس كمان ما أنا عرفاني وأطلقني. آخر مرة كمان شو اللفظ اللي قال لك يا؟ كمان قال لي أنت طالق. على قول الجماهير بتطلقي، في أقوال أخرى ممكن تسألي عنها يعني شيخ حنبلي ممكن لقي لك مخرج، أما على قول الجماهير فالطلاق حصل ووقع. ناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بدي أسألك بس كم سؤال، وإذا في مجال بس ترد علي بعد ما أفكر الله يجبر بخاطرك. تفضلي. أهلا وسهلا. هلأ أنا عندي بنتي صبية، ف
فبتحب هي شخص وهو بيحبها يعني، بس بدون موافقة أهله. يعني أهله ما أنه موافقين على بنتي كونها هي بتشتغل يعني، فبدهم أنه بنت أنه ما تكون بتشتغل، فهي بيها بدهم يتزوجوا بدون ما يدروا أهله. هاي الشيء فيها حرمانية. تمام. والسؤال الثاني أنه إذا الواحد حكى عن وجعه، يعني قال انه في شيء يعني مثلا انه هذا الشخص مضايقني، هذا الشخص كذا، حكى عن قصص، يعني هذا الشيء يعد انه نميمة؟ والسؤال الثالث، اذا بدي انا افترض اكذب واحلف بسبب اصلاح، يعني مثلا بدي انا اصلح بين شخصين وبدي مثلا ممكن اني اكذب لي كذبة واحلف مثلا، هذا الشيء فيه حرمانية؟ طبعا للاصلاح يعني انا بدي اعمله، في حرمانية شيء؟ نعم. هلا سألتي ثلاث أسئلة إن شاء الله أني أتذكرهم. سؤال الأول إنه بنتك على علاقة مع شاب حبها وحبته وبدون يتزوجوا، أهل الزوج مو رضيانين، فبجوز يتزوجها بدون رضا أهله، في حرمانية. هلا من حيث القواعد الشرعية جائز والعقد بيجري ما في أي إشكال، لكن أنا ما بنصح، لأنه بس ما يكون أهل الزوج أو أهل الزوجة رضيانين، العلاقات الاجتماعية اللي بدها تترتب على هالزواج لاحقا ما حتكون مرضية للزوجين. فالأفضل أنه يرضي أهله أول ويعقد العقد حتى يكون الأمر في خير لاحق. أما إذا خلص اعتبروا أنه هو خرج عن طورهم، هو تزوج بدون علمهم بدون أمرهم، فخلص هي لا أنت ابننا ولا هي كنتنا، يعني بيصير إشكالات وحالات اجتماعية غير محمودة النتائج. أما من حيث العقد وصحته جائز، ما في أي إشكال وما في حرمة. السؤال الثاني إنه واحد يعني عم يحكي مشكلته وعم يذكر الآخرين بسوء أو عم مشكله، هلا إذا كان المشكلة عم نذكرها لرجل سيصلح بيننا، يعني زوج وزوجة، زوجة عم تحكي له والله عمل معي وقال لي وكذا، لا ما فيها غيبة، لأنه هاي قضية يعني المقصود فيها الإصلاح، اثنين مختلفين وفي محكم بيناتهم، عم نحكي للمحكم أنه أنا هيك هيك صار معي وهيك قال عني وهيك إلى آخر، ما في إشكال. أما والله يعني الكلام خارج هذا النطاق، أنا قاعد مع واحد ورفيقي أو زمي والله بدي أحكي له عن حماتي، عملت معي هيك وساوت معي هيك وقالت لي، لا هاي غيبة، هاي ما بجوز، هذا ما بجوز. السؤال الثالث انه بدك تصلحي بين طرفين، الكذب في الاصلاح جائز، اما الحلف لا يجوز، يعني انه والله انا كنت عنده ومدحك كتير واثنى عليك كتير وكذا، وهو كان عم يسبه وعم يحكي عليه عكس ما عم تحكي، لا هذا الله يجزيك الخير، هذا في إصلاح، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، فالكذب في الإصلاح جائز. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.